سلام الله عليكم ورحمته. في بنت لبنانية شجاعة وبطلة، وبصراحة كل التحية والتقدير ليها، ناجحة جدا 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 جدا. قدرت بطريقة ذكية منها بفيديوهات قليلة منها عبر التيك توك توري العالم كله، مش الشعب اللبناني بس، توري العالم كله قد ايه الوضع اللبناني الاقتصادي وصل لمرحلة غير مسبوقة. بنت لبنانية بكاميرا تليفونها بدأت تخرج توري الناس بشرح عبقري، توري الناس يعني ايه تضخم، توري الناس قد ايه الوعود الاقتصاديه الفنكوشيه ذهبت ادراج الرياح، توري الناس ما يعيشه الشعب اللبناني الان. الفيديو الاول. وجدت حلولا لمكافحه الغلاء، شامبوان ضد القشره ما في داعي، سرحها 500,000، جمعيه مواطن بهروا القشره على كتافك، بتنفض كتافك، رجعنا لايام زمان، صابون الغار طلع اغلى 600,000. تيشوز وان يوز أصغر حجم صار حقه 200,000 ليرة، كان حقه 2000، استبدلوا بفوات قابلة للاستعمال مرة أخرى. كافيين صار بنص مليون، ابنك عم بنق بده تشوكلت وتشيبس مثل أي طفل، مرة بالشهر بس تقبض، أعيد تأهيله. أخيرا وليس آخرا، حتى ربطة الخبز عملوا لك إلى ميزانية، ربطة وحدة كل النهار مش ربط تاني، السلطة بدها تحافظ على رشاقة شعب. ده فيديو بيوريك، شوف بساطة الفيديو، توفر عليك أنت كمواطن إن حد يقعد يشرح لك 20 سنة في معاني التضخم، او 20 سنه في معاني الانهيار الاقتصادي. جيت لاعرف كيف عايش المواطن اللبناني اللي عنده مولود جديد اذا راتبه بس 40 دولار صار. احفاضات لحاله ب 10 دولار كل يومين بده كيس. عم يستبدل حليب ضد المغص بحليب فلت للكبار. كل شهر لازم يغيروا له ببرون الحليب لحاله ب 700,000. شامبو لاد ومو بعد اليوم تخلى عنه لانه رح يبكي من الجوع. كل يومين وايبس يتشطف بالمي. زيوت اطفال، دواء تسميت، هول كلهم صاروا من الكماليات. مستلزمات كوتون تيج ليفي بيستبدلوهم بفوات صحيه. هيدي السله كلفت 50 دولار كل كم يوم بده سله. فيديو صغير من 10 20 ثانية 30 ثانية وضح لك قد ايه الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه لبنان الان. لبنان اللي للاسف الشديد احنا كمصر حجم ديوننا يتخطى لبنان عشرات المرات. عم يسالوني السواح كيف فينا ندفع، صار فينا ندفع حتى ستاربكس بالدولار، يوم صاروا يقبلوا انك تحاسب بالدولار على شرط كل الاكسشينج الباقي بده يردوا لك اياه على الليره اللبنانيه، هيدا يعني صارت العمله المتداوله بشكل رسمي بين الشعب اللبناني هي الدولار، وستاربكس لما ما عم تقبل ترد لك الباقي على الدولار، هيدا يعني عم بتحاول تاخذ من الشعب اللبناني عمله الدولار كونها هي الاقوى. احنا بنتخطى لبنان عشرات المرات فعلا، مش كلام ده بجد، ومع ذلك شوف لبنان في الوضع اللي هي فيه الان. نكمل مع البنت اللبنانية اللي بدأت تشرح لك الوضع الاقتصادي في لبنان وصل لرغيف العيش. بس نزل الدولار نزلتوا الأسعار؟ طبعا. يعني سعر ربطة الخبز نزل 5,000 ليرة بس نزل الدولار؟ معجزة اقتصادية ما بتصير إلا بلبنان. بيجي السائح بيصرف الدولار 100,000 ليرة، بفوت على الدكان بيشتري ربطة الخبز ب 50,000 ليرة، بعد 5 دقائق بيروح بيصرف دولار تاني نازل سعر الصرف 10,000 ليرة، وبعده ربطة الخبز 50,000 ليرة بينما لازم يكون نزل ل 45,000 ليرة. شفتوا كيف الدولة اللبنانية كل 5 دقائق عم تسرقكم ب 5,000 ليرة على كل سلعة؟ هيك بتروح على بلدك سرقتك ب 20-30 مليون ليرة، لا تسد عجز خزينة الدولة على حسابك. رغيف العيش في لبنان بالدولار. على فكرة احنا في مصر بدأنا الخطوة دي بس تراجعت، ونسأل الله عز وجل أن تتراجع. بدأنا نعلن إن في بعض المؤسسات زي المؤسسات الإماراتية اللي كانت عاملة فيلل وعاملة مش عارف، قالت لك احنا بعد كده هنبيع داخل مصر بالدولار مش بالجنيه المصري. بدأنا نعلن ذلك عن بعض شركات الطيران اللي وقفت التعامل بالجنيه المصري. بدأنا نعلن ذلك عن بعض شركات بيع السيارات اللي قالت لك احنا بعد كده اللي عايز يشتري ويبيع بالدولار. ما علينا من القصة دي كلها، نكمل مع البنت اللبنانية. ما عم تفهمي يا استاذ الاقتصاد شو يعني تضخم؟ من مرباني نيوتيلا رح اشرح لك شو يعني تضخم. بعد ايه؟ 30 دولار ل 3 كيلو نيوتيلا سعره عالمي، او بدفع 3 مليون 30 ورقه من هول معاش 3 زلم، يعني تضخم سعر السلعه مقابل انهيار العمله، بس الدولار بيبقى دولار. بشرح لك قد ايه الوضع اللبناني وصل اقتصاديا لمرحله غير مسبوقه. شايف انت هي دلوقتي بتمسك لك الفلوس اللبنانيه بالكيلو. جبت معي 100 مليون عند اللحام، هولي كانوا حق ايقار اليوم صاروا 1000 دولار، ابو عباس العمله صارت على الميزان ولا بعدها بالارقام؟ شو على الميزان؟ اكيد بالارقام. قد ايه طلعوا؟ 100 مليون 1000 دولار كيلو هي 10 اوراق امريكاني. بدك تقعد 10 ساعات تعد المكنه هي الحل. ما لها لزوم المكنه، صارت العمله ملغيه بين الناس، كل العالم عم تدفع بالدولار. بالكيلو، ما هو اصلا الاقتصاد في لبنان والعمله اللبنانيه بدا امام الدولار ازاي؟ ارفع الفايدة واحد، نزل اتنين، البنك المركزي واجتماعات السياسات المالية نفس الوضع اللي بنعيشه الآن في مصر.
نفس اللقطة نفس المشهد بحذافيره مصر بتعيشه بنعيشه الآن. الليرة اللبناني وصلت 30 أمام الدولار 40 50 60 70 80 لغاية ما بقت توصل ل 150 وال 200 وبدأ الشعب اللبناني يتعامل طبيعي ويضحك زي ما احنا الآن كشعب مصر بنضحك. هديك مثال، لما ينزل لك خبر تعويم أو ينزل لك خبر لارتفاع الدولار أمام الجنيه ادخل شوف كومنتات الشعب المصري وادخل شوف الإيموشنز اللي على الخبر، هتلاقي الإيموشنز أغلبه بيضحك. ليه؟ لأن خلاص تعودنا على هذه الأمور. يعني لما يحصل إن السيسي بيغلي الوقود أو يغلي الأسعار اللي بيحصل الناس بتضحك. ليه؟ لأن هم اتعودوا. ده الوضع اللي في الشعب اللبناني الآن. لما بقول لك الدولار بقى بتريليون ألف ليرة لبناني بقت الناس بتضحك بتعمل إيموشن بيضحك. ليه؟ هم خلاص عارف انت لما بقول لك اما خلاص هي كده كده الضرب جاي من كل ناحيه، هم الشعب اللبناني الشقيق والحبيب شايف ان الضرب جاي من كل ناحيه فبيبقاش يفرق معاه الليره اللبناني بقت الدولار بقى مليون ليره لبناني ولا بكام، ما يفرقش معاه. نكمل مع البنت اللبنانيه. بسطة فواكه فيها كل انواع الفواكه على الطريق، لفتت لي نظري ليش على الطريق مش بالمحل؟ مشان نوفر على الزبون. قد ايه كيلو الجرانك؟ 200 120,000 دولار و20 سنت. بطيخ بالكيلو مش بالحبة على السكين. مانجا بالحبة والأفوكا كيلو بينباع بالحبة 500,000 حبة الأناناس. توت بينباع بالسلة الصغيرة طلعوا بمليون بس إذا بتفعلوا على الدولار 10 دولار. ده الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه لبنان الآن. شايفين حجم العملة، حجم التضخم في العملة وصل لدرجة إيه؟ إن ممكن 100 دولار أنت محتاج شنطة عشان تشيل ما يعادلها بالليرة اللبناني. علشان لبنان الان على فكره يا جماعه بقت رسميا اغلب السلع بتباع داخل لبنان بالدولار، وده مش كلامي، ده نفس كلام البنت العبقريه اللي رصدت الاقتصاد اللبناني وتردي الاوضاع الاقتصاديه في لبنان بهذا الشكل. جاي عند فروج العنان اساله اذا كل هيدي المصاري صارت على الميزان ولا العمله اللبنانيه بعد ما انهارت بعدها بالارقام والصفار، المصاري صارت على الميزان او كيف عم تتعاملوا فيها؟ صارت على الميزان. قد ايه هول؟ هول 500 مليون يعني 5,000 دولار. قد ايه طلعوا كم كيلو؟ 4.5 كيلو. ممكن بقى البعض في مصر يقول لك طب على فكره، طب على فكره، على فكره عادي جدا في لبنان يبقى العمله المشتريات بالدولار، ما هو الشعب اللبناني بيقبض بالدولار. وحتى لو كل الشعب اللبناني بيقبض بالدولار في حاجه اسمها العمله الوطنيه. العمله الوطنيه فين قيمتها؟ البلد اللي ملهاش عمله وطنيه ملهاش اقتصاد. فين هي العمله الوطنيه؟ يعني انا النهارده لما اكون انا كمواطن عايش في لبنان راتبي 100 دولار في اليوم، تمام؟ 100 دولار في اليوم اروح علشان انا اخدهم مثلا وليكن هحطهم للعمله الوطنيه، العمله الوطنيه اخد شوال. العمله الوطنيه الان في فنزويلا بقت في الشوارع، في الشوارع بالشكل ده من التضخم 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 وانهيار العمله المتراكم المتراكم المتراكم، وصل لمرحله ان اللي عايز يروح يشتري فرخه بقى بياخد معاه شوالين فلوس. ما بقى يعني في فنزويلا ما بقاش مثلا بكام الفرخه دي؟ ب 500 جنيه مثلا، مثلا ايا كان اعتبار العمله الفنزويلي ب 500، لا ما بقاش يعملوا كده، بقى يقول لك بكام سعر الفرخه دي؟ والله ب 15 كيلو فلوس. ب 15 كيلو فئه العمله 200 مثلا، بقى بيوزنوا الفلوس في لبنان بقت في فنزويلا بقت بالوزن، وللاسف الشديد يبدو ان لبنان رايح على المرحله دي. شفتوا هولي كلهم هن 40 مليون كانوا قبل حق سياره جديده، اليوم هن 400 دولار اوتفيت من عند زارا. جينز كان حقه 150,000 100 دولار بعده ب 100 دولار بس 10 مليون. بليزر طاري الثاني 10 مليون، ثالث 10 مليون، خلص الاوتفيت، يعني اوتفيت كامل بكل هول 40 مليون. فيديوهات ورصد غير طبيعي بفيديوهات بسيطه. بفيديوهات بسيطه ما خرجتش تطبل على فكره، ما عملتش زي السيسويه اللي بنعيشهم الان في مصر ويقول لك لا احنا حلوين قوي، الغلاء في كل حته في العالم، الغلاء في كل مكان، الغلاء احنا بنعيشه من كل العالم بيعيش هذا الغلاء، كل العالم بيعيش هذا الغلاء، تمام؟ لبنان بتعيش الغلاء. لبنان باعت ارضها، باعت شركاتها، باعت اصول بلدها. سؤال، ليه لبنان ما باعتش؟ لبنان لما لقيت نفسها دخلت في نفق قالت افلاس افلاس وريحت بالها وما بيعش ما بيعش بلدي، انما عم بتفتح سي بيبيع وفي ناس بتطبل له وبيبيع وناس بتطبل له. نكمل مع البنت برضه في الوضع الاقتصادي اللبناني اللي وصل لهذه المرحله. شفتوا كيف الدولة اللبنانية كل 5 دقايق عم تسرقكم ب 5,000 ليرة على كل سلعة؟ هيك بتروح على بلدك سرقتك ب 20 30 مليون ليرة، لا تسد عجز خزينة الدولة على حسابك. ده الوضع الاقتصادي على فكره في لبنان الان. نسال الله عز وجل السلامه للبنان والمصر وكل البلاد العربيه والاسلاميه يا رب العالمين. لكن كل التحيه والتقدير للبنت دي قدرت ترصد الوضع الاقتصادي في لبنان وبمنتهى البساطه والسلاسه
بها ان ما تدخلكش في التعقيدات الاقتصاديه لا هي يعني ايه تضخم؟ راح قالت لك بس. سلام عليكم.